الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على دربهم واختفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ما زلنا وإياكم في الكلام نحو الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو ركن الصلاة. وتحدثنا في الخطب الماضية عن سنن الصلاة القولية في ثلاث خطب، وسوف نتحدث بعون الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة. نبتدي ببعض السنن الفعلية للصلاة. تحدثنا عن السنن القولية، والآن نحن في صدد الحديث عن السنن الفعلية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وأول سنة من هذه السنن الفعلية هي رفع اليدين مع التكبير، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر في الصلاة مع التكبير في بعض المواضع كان يرفع يديه، كان يرفع يديه ويكبر. ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله عن ابن عمر، وابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة، ويروي عنه ذلك نافع تلميذه، أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركعة الثانية رفع يديه. أربعة مواضع. الموضع الأول هو تكبيرة الإحرام، وذكرنا بأن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، وتحريمها التكبير، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة فإنه يكبر، وهذا أول ما يستفتح به صلاته. هذا يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يستفتح الصلاة أول ما يبدأ به كما كان يبدأ عليه الصلاة والسلام التكبير، ولا يبدأ بالتلفظ بالنية كما ذكرنا، وأن النية مكانها القلب. فكان أول ما يبدأ بالتكبير، والتكبير ركن، ولكن أجمع أهل العلم على أن رفع اليدين مع التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام
أن هذا الرفع هو سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كبر الإنسان من أن يرفع يديه صلاته صحيحة، ولكن الرفع هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤجر الإنسان بفعلها. فكان يرفع يديه، وهذا الموضع الأول، وهذا الموضع هو متفق عليه بين أهل العلم، أي مشروعية وسنة الرفع عند التكبير. أما بقية المواضع فعليها خلاف، عليها خلاف، يعني هل يرفع يديه مع بقية التكبيرات ولا لا. ولكن يعني أشهر المواضع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع فيها يديه هي أربعة مواضع. الموضع الأول قلنا عليه اتفاق، وهو الرفع مع تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني إذا أراد أن ينزل إلى الركوع كذلك كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده كذلك يرفع يديه. أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، النزول، الرفع من الركوع، ثم الرفع من الركعة الثانية، يعني بعد أن ينتهي من التشهد الأول يقول الله أكبر ويرفع يديه. هذه أربعة مواضع هي أشهر المواضع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يرفع فيها يديه. هناك مواضع أخرى مختلف فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، يعني بعض الصحابة ذكروا دون الرفع عند السجود، والبعض الآخر ذكر الرفع إذا أراد أن يسجد إلى الصلاة. والظاهر كما اجتهد في ذلك بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحافظ ولا يواظب على هذا الرفع إذا أراد أن يسجد، فكان يرفع أحيانا أو قليلا، ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. ولكن محافظ على هذه المواضع الأربعة التي هي تكبيرة الإحرام والركوع، النزول إلى الركوع، والرفع منه، والرفع بعد أو القيام بعد التشهد الأول من الصلاة إلى الركعة الثالثة. أربع مواضع. بعض أهل العلم قال أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند كل رفع وخفض. هذا حديث مختلف فيه أو مختلف في تصحيحه. من صححه قال يسن للمصلي أحيانا أو قليلا أن يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني حتى لو كان جالس أراد أن يجلس الله أكبر يرفع يديه، الله أكبر الجلوس بين السجدتين يرفع يديه. ولكن كما ذكرنا هذا حديث مختلف فيه، ولكن المسلم يحرص على تطبيق السنة، وخاصة في المواضع التي اشتهرت أو اتفقت أو صح بلا خلاف صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المواضع الأربعة. الرفع، رفع اليدين، ما هي صفة الرفع؟ ومتى يرفع المسلم أو المصلي يديه؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه أحياناً مع التكبير، يعني إذا أراد أن يقول الله أكبر رفع يديه، وتارة كان يرفع يديه بعد التكبير، يعني يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وأحياناً كان يرفع يديه قبل التكبير الله أكبر. فأي هذه الصفات الثلاثة فعل جائز إذا رفع يديه مع التكبير أو قبل أو بعد. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصفون لنا صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني بكل حركة بكل سكنة، كيف كان يرفع يديه، كيف كان يقف، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، في كل حركاته، حتى صفة اليدين عند التكبير وصفوها. قال كذلك كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام ممدودة الأصابع، يعني ما كان يرفع يديه هكذا ولا يبالغ هكذا في الرفع، لا، يمد أصابع يديه ولا يقبضها ولا يضمها هكذا ولا يفرش بينها، إنما يرفعها رفعا عاديا، يعني لا يبالغ، لا يضم، لا يضم ولا يفرج، إنما يرفع ممدودة الأصابع قائلا متوجها نحو القبلة الله أكبر، وهكذا.
كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يرفع اليدين؟ يحطهم هون ولا يحطهم هون، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس فيضعون يعني الإبهام في كلتا اليدين على أطراف أو شحنة الأذن، يقولون الله أكبر. هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن الصحابة عندما وصفوا لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان يرفع يديه حذو المنكبين. وين المنكب؟ وين المناكب؟ المنكب هو رأس العضد. الإنسان عندما يغسل يديه يغسلها إلى المرفقين إلى العضدين، العضدين هم بعد المرافق. العضد هذا اللي هو السن، رأس العضد مع مجتمع الكتف، هذا الطرف هنا يقال له العضد، يقال له المنكب. فكان يرفع يديه حذو منكبيه، يعني إلى جانب منكبيه. وكان يبالغ أحيانا عليه الصلاة والسلام برفع يديه حتى تصل إلى حذو أذنيه، يعني إلى الأطراف، قريب من الأطراف، بس ما كان يمس الأطراف، ولكن كانت قريبة، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، يرفعهم أكثر شوية، متوجها بهما إلى القبلة. هذه الصفة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه عند التكبير، في تكبيرة الإحرام أو النزول إلى الركوع أو الرفع منه أو القيام من إلى الركعة الثالثة. فلا يستعجل الإنسان المسلم يستحضر كل هذه الصفات ويطبقها في صلاته حتى يحسن صلاته وصلاته تكون كاملة ويأخذ أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذا في قضية رفع اليدين عند التكبير. وذكرنا بأن أشهر المواضع أربعة: تكبيرة الإحرام، النزول إلى الركوع، الرفع منه، الرفع بعد التشهد الأول. الفعل الثاني والذي هو سنة من سنن الأفعال في الصلاة هو طأطأة الرأس والنظر إلى موضع السجود. كثير من الناس عندما يعني يقف إلى الصلاة ينظر هكذا أمامه، أو ينظر إلى السماء، أو ينظر، قد ينظر يمنة ويسرة ويقول الله أكبر. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل أو إذا قام وأراد أن يصلي طقطق رأسه ونظر إلى الأرض. ما معنى طقطق رأسه؟ يعني كان يحمي، كان يحمي رأسه قليلا. بعض الناس يبالغ في هذه الانحناء حتى يجعل أسفل بطنه على صدره، هذا خطأ. أو بعضهم ينزل حتى بظهره إلى الأسفل، هذا خطأ. السنة أن يقف الإنسان يعتدل في قيامه ولكن يطقطق رأسه قليلا، كما تفعل البنت إذا شعرت بخجل عندما يعني يحدثها إنسان بأمر معين فتخجل فحياء تطقطق رأسها. هذه الطقطقة هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطقطق رأسه وينظر ويرمي ببصره نحو الأرض، يعني ينظر إلى موضع سجوده. وسمعنا وتكلمنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إلى النظر إلى السماء في الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام عندما شدد في ذلك قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلواتهم في صلاتهم أو لا ترجع إليهم. يعني هذا في تأكيد وعي أن الله سبحانه وتعالى ما يدلهم بصر، يعني تعمى أبصارهم، رواية ثانية أو لا تخطفن أبصارهم، الله سبحانه وتعالى يخطفهم بصرهم فلا ترجع إليهم أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت. يعني إذا يصلي الإنسان لا يلتفت لا على اليمين ولا على اليسار، لا يلتفت، فإن الله قبل وجهه فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وسماها عليه الصلاة والسلام، شبهها بالتفاتة الثعلب. الثعلب عندما يريد أن يفترس ينظر على اليمين وعلى اليسار، يريد إيش؟ يعني يفترس، يتصيد فريسته. فكذلك الإنسان في صلاته إذا فعل ذلك شبهه عليه الصلاة والسلام بالتفاتة الثعلب ونهى عنها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أيها الأحبة أن المصلي إذا دخل إلى الصلاة
فإنه يطقطق رأسه ويحمي رأسه وينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت جملة أو جسرة ولا يرفع بصره إلى السماء. هذه الأفعال أيها الأحبة اللي هي أفعال سنن في الصلاة أو أقوال وهي سنن في الصلاة، كل هذه الأمور تساعد على الخشوع في الصلاة وتجعل الصلاة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كما ثبت عنه في صحيح مسلم أن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم حضرته صلاة مكتوبة، ما من امرئ مسلم أي أي إنسان مسلم أو مسلمة حضرته صلاة مكتوبة أي دخل وقت هذه الصلاة المكتوبة فأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كانت له كفارة من جميع ذنوبه الماضية ما لم يؤت كبيرة، وذلك له دهى كلها. يعني المسلم إذا حضرته صلاة مكتوبة فرض، صلاة فرض، وأحسن هذا المسلم أو أحسنت هذه المسلمة الوضوء، كيف يكون أحسن الوضوء؟ يكون أحسن الوضوء عندما يأتي المسلم بفرائض الوضوء يعني بالواجبات وبالسنن وبآداب الوضوء، هذا هو كمال الإحسان. يحسن الوضوء ويحسن خشوعها. إحسان الخشوع يكون بكمال الإقبال والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان يتوجه بصلاته بكليته إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو إحسان الخشوع. وإحسان الركوع والمقصود منه الإحسان الركوع وبقية الأركان والواجبات، فإنه يكون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وأفعاله وأقواله في الصلاة، عندها يكون محسن. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أحسن في صلاته وفي الطهارة وفي الخشوع وفي الأركان وغير ذلك، إذا أحسن فيها تكون هذه الصلاة كفارة له، أي مكفرة لجميع ذنوبه الماضية من الصغائر ما لم تؤت كبيرة. يعني إذا كان الإنسان هو يصلي ولكن ما زال مصر على الزنا وعلى الفواحش وعلى الربا وعلى يعني اتيان الامور التي حرمها الله تبارك وتعالى كعقوق الوالدين وغير ذلك، فانه يحرم، صلاته صحيحه ولكن يحرم من ايش؟ انه الله سبحانه وتعالى يغفر له الصغائر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره النساء: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اي صغائر الذنوب، وندخلكم مدخلا كريما، اي ان الله تبارك وتعالى اذا فعلتم كذلك فان الله عز وجل يمن عليكم بادخالكم الى الجنه، وهي اعظم موضع يتجرى الله به تبارك وتعالى على المسلم، فينزل عليه من رحماته وبركاته ويتجلى عليه بالنظر اليه جل وعلا. فالشاهد ايها الاحبه، الانسان يحافظ ليس فقط على الواجبات وعلى الأركان وعلى الشروط، بل حتى على هذه السنن، حتى يأتي بكمال الإحسان لله تبارك وتعالى في هذه العبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الأحبة، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل صلاة مودية. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في كل صلاته وخاصة في الصلاة المكتوبة بأن يصلي صلاة وكأنها آخر صلاة يصليها لله تبارك وتعالى. صل صلاة مودع، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. إذا كنت لا ترى الله تبارك وتعالى فإن الله يراك
في كل صلاة وفي كل موضع وفي كل مكان، وإلا الله تبارك وتعالى يتوجه إليك ويخبر عليك في صلاتك ما لم تلتفت، ما لم تضيع في صلاتك، ما لم تفرط في صلاتك. فإذا فرطت في الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يعلم عنك. فالمسلم يحرص كل الحرص في جميع صلواته المفروضة وغير المفروضة أن يصلي لله تبارك وتعالى على صفة ترضيه جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له بها الأجر العظيم وأن يرضى الله عز وجل بها عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز قدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول أو عمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.